ظهر هؤلاء الضالون، أعداء الأديان والحضارة والإنسانية، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما خدعوا الناس برفع الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، الأدعياء كاذبون، ضالون ومضللون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بعذب الحديث، يجتزئون الآيات من سياقها وصدق مبتغاها كي يضلوا الناس عن دينهم ويحرضوهم للخروج على قادتهم وهجر مجتمعاتهم. وتثبت الأيام ووقائع الأحداث وجه الإرهاب الغادر وجنوح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات وبث الخوف والرعب والفوضى. وكم حذرت مصر العالم من شرورهم وسوء مقاصدهم وخطورة أهدافهم، وكم نوهت إلى أن الإرهاب لا دين له ولا قيم، وأن أتباعه لا أخلاق لهم ولا وطن. إنهم أعداء الإنسانية جمعاء، ولا بديل للعالم إن أراد أن يحيا آمناً عن قتالهم والقضاء عليهم واستئصال فكرهم المتطرف والتصدي لفعلهم الإجرامي. فالفكر الذي يعبرون به الحدود متخفين ويستوطنون به البلاد في خلايا وجماعات نائمة، سرعان ما يتحول بأيد غادرة آثمة إلى قتل للأبرياء بدم بارد وهدم لمظاهر الحضارة بجهل ظلمي أسود ونشر للرعب والفزع بين الآمنين من العباد دون حق أو جريرة ذنب. إن الإرهاب إذا ترك حرا يسقط الدول واحدة تلو الأخرى. ويروع العباد بالقتل والتعذيب كي يدفعهم لمغادرة بلادهم وهجرة أوطانهم بحثاً عن النجاة. الواحد بيبيع صار داره أو أغراض بيته تتوجر بيته، لما يعني بيبيع أولاده مشان إنه يوصل لهون هو مرض. يعني الموت شان أهولنا. قلت يعني يا رب تجي
قذيفة نروح نتخلص من هالحياة. ليش صار بينا هيك؟ ليش هيك ترزلنا؟ ليش هيك صار يا ربي؟ بيبي اتركي زبان شوتي، بس ايش شاب كنت ايش دستي مدرناك؟ دمرونا، نهبونا، شتونا، ابن خالتي بحور. يقول لي الخدايا ما تشكي خلنا عن يدك عن ما بون ما لن ما تخرجون ما نافيا ما خدينا فاندر يعني تركنا الوطن من يتعود على مكان أو يعيش بمكان فد 20 سنة عمر يعني يتمنى الموت ولا يترك بلده. ورغم أن الإرهاب قد جعل مصر في الآونة الأخيرة وجهة يقصدها وأرضا يسعى لاستيطانها ليعمل في أرجائها كل شر، يفتت قوتها ويضعف شوكتها، إلا أن مصر قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية أعلنت منذ اللحظات الأولى عقب قيام ثورتي 25 من يناير 30 من يونيو أنها في حالة حرب ضد الإرهاب. بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. شبكات إرهابية تسللت عبر الأنفاق المظلمة خلال عام أسود من حكم الجماعة الإرهابية، وأوت إلى شعاب الجبال وشقوق الوديان كثعابين سامة أرادت الالتفاف لتمزيق أوصال مصر وتحقيق حلم الخلافة المزعومة. ويخطئ من يعتقد إمكانية المساس بأمن مصر. ضرة الله في الأرض. وعلى ذلك أقسم رجال القوات المسلحة والشرطة أن يزودوا عن ثراها المقدس. في العالم وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة. دول ظلت لعشرات السنين تنعم بالأمن والاستقرار وتتمتع بالرفاهية والرخاء والازدهار. وجاء اليوم الذي لم يستثن فيه الإرهاب أحدا، ولم يفلت من غدره مجتمع ظن أنه آمن أو محصن. لقد تفجر الإرهاب في كثير من دول العالم، واستشرى خطره حتى طال الدول العريقة في الحرية والديمقراطية. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime,
Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. انتوا شايفين دلوقتي اللي احنا اتكلمنا فيه من سنتين ثلاثه العالم كله بقى عامل ازاي وكله النهارده بيعاني وبيدفع ثمن عدم المواجهه الحقيقيه للارهاب. وهنا ادرك العالم حنكه مصر وحكمتها وتيقن من صدق نيتها وعمق خبرتها واهميه الاخذ برؤيتها في ضروره المواجهه القويه والحازمه للارهاب في شتى صوره وأشكاله. I want to turn as well to foreign policy very quickly. Meeting with you met with President Sisi of Egypt. I heard from the Egyptian representatives that they were thrilled that you took the time that you did, the amount of time for that discussion, and they felt very strongly that it was a productive meeting. What from your view? Well, I thought it was very productive. He's a fantastic guy. He took control of Egypt, and he really took control of it. And I thought it was a great meeting. We met for a long time, actually. We had a long meeting and got along. There was a good chemistry there. You know when you have good chemistry with people, you're the king of that. And there was a very good chemistry, good feeling between us. And I really enjoyed that meeting. It was the other day. And I learned a lot, and perhaps he learned something. But I'll tell you, he took control of the country. He's gotten the terrorists out and, you know, wiped them out. And we talked about that. He took a very tough approach, much different than our approach, I can tell you. And he really did pretty much wipe them out. And you have no choice. They don't have the problem now. They were having a tremendous problem, as you know, before, tremendous problem. So he's done a very good job. And we had a very respectful meeting. We need a president that shows the courage that Egypt's president al-Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorists who are threatening the world. وبدا العالم في التحرك الجماعي لمواجهة الإرهاب في معاقله واتخاذ الإجراءات الفعلية والفعالة لاجتثاث عناصره وتفكيك خلاياه وتدمير قدراته وإمكاناته. نايتي إنكازات. We will search for them everywhere, wherever they are hiding. We will find them in any spot on the planet and we will punish them. أما في مصر فتتواصل الحرب على الإرهاب بإرادة قوية واثقة في نصر الله عن إيمان ويقين وعزيمة صلبة وعزم لا يلين ويمضي رجال القوات المسلحة والشرطة قدما لكسر إرادة الإرهاب الأسود بدك معاقله وتصفية عناصره لقد ظل الشعب المصري بكل فئاته على قلب رجل واحد فلم تفرق رصاصة الغدر بين قائد وجندي أو مسلم ومسيحي إن تلك التحديات أعادت اكتشاف المعدن النبيل للمقاتل المصري بما يحوي من بطولات وتضحيات. احنا الحمد لله خدنا حقنا وزيادة ودي رابع إصابة ليا وإن شاء الله هقوم على رجلي تاني وهرجع وهكمل تاني. ويصطف المصريون جميعا خلف القيادة السياسية كالبنيان المرصوص يقهرون الباطل ويواجهون الأزمات وينطلقون لإعمار مصر وحل مشاكلها المتراكمة بفكر ثاقب
وجهود خلاقة وآمال وطنية كبيرة وسط مناخ آمن ومستقر. ويبقى خيارنا الوحيد أن نقهر الإرهاب ونخطو فوق الصعاب لنبني مجد مصر. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.